هو الحقيقة أنا سعيد زي ما قلت قبل كده إن إحنا مصر دي كنوز كبيرة جدا ومنتشرة في كل أرجاء مصر. والحقيقة بحيي العمال وبحيي رئيس هيئة الأسعار وبحيي معالي الوزير على الخطط اللي بيعملها عشان ينتقل من مكان لمكان ويكتشف فيه اللي فيه. النهاردة هنكشف عن كنوز أثرية، ده مش 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 ده متحف كامل ده. وأنا أرجو دلوقتي يعني أتمنى إن يعني نفكر بقى في متاحف مختلفة في بقاع مصر، أشكلها مجمعة في متحف واحد عدم يبقى كثيرة كده. ما فيش مانع أبدا نفكر في متحف هنا في زقارة ومتحف في تاني في الأقصر واحد واثنين وثلاثة عدم العملية كبيرة بالطريقة دي. أنا في تخيلي الناس دي لازم تتشجع، العمال الصغيرين دول لازم يكون لهم خطة تشجيعية تشجعهم. وعاوز أقول للعالم كله النهاردة الكم الإعلام الكبير اللي موجود النهاردة دليل، كل العالم النهاردة موجود النهاردة، وهتلاقي الخبر ده بيلف العالم كله على الاكتشافات الجديدة والحاجات النادرة اللي أول مرة تحصل. اكتشفوا أسد، خمس أسود موجودين اكتشفوا، وبالسكان بيقولوا إنها أسد. الشغل بتاع الجعران الكبير ده بقى دي إشارات للعالم كلها بيعشق هي منظومة الآثار اللي احنا بنتكلم عليها على مستوى العالم. أنا شايف إن المنظومة ماشية كويس، وهتقول إن شاء الله الفترة الجاية دي عن وتعلن عن اكتشافات كثيرة جدا جدا جدا، يمكن أكتر من اللي عندنا كمان. طيب بما إن حضرتك رجل أعمال ورجل اقتصاد، هل الاكتشافات الأثرية الكتيرة هتشجع السياح يعني هتساعد على عودة ده رصيد ده رصيد دي كنوز دي خزائن ده، بس نعرضه صح ونسوقه صح على مستوى العالم ونقول للعالم ايه الجديد واخباره ايه وتاريخه ايه، وندعو وننظم الرحلات للناس كلها ونعمل بروجرام للناس من تيجي من بره تيجي تزور كل اماكن كل مكان فيه ايه يخصه. الحقيقه عايزه منظومه جديده، حتى منظومه ترويجيه وتسويقيه على مستوى العالم. عايزه رساله مش مجرد انه خبر، لا ده المفروض النهارده يكون له سبوت اعلامي يتكلم عن الاكتشافات الجديده ورسائل للسائح الاجنبي يجي يشوف ايه، وحد يعمل هيستوري وتنتقل ده زي ما بروح لندن وروح باريس نروح بقى اليابان وروح الصين وروح الاماكن دي كلها. مش مجرد محاضره، لا نتواجد اسبوع ونتواجد اكتر شهر في اماكن دي كلها، وهنعمل حتى ايراد لمصر تاني. الخطه التسويقيه مطلوبه جدا والترويجيه، وخطه التواجد نفسها على مستوى العالم اعتقد هم بداوا فيها بدايه طيبه جدا، وانا شفت بنفس اللي حصل في لندن وباريس. الفتره الجايه دي عايزين نروح جنوب شرق اسيا نتواجد فيه بكثافه، وانا اعتقد ده برضو مصدر تاني، ده نوع من التصدير، ده نوع من التصدير ممكن ان هو يجيب لنا يعني مليارات ان شاء الله. والاثار دي بافكارها برؤاها ممكن قوي انها تبدا تتحط على يعني اخبار العالم وعلى فيديوهات العالم، وتبدا تنزل على السوشيال ميديا، ونبدا نروج للعالم الجديد ده ايه ونخدمه لخدمات. كما لو كنا احنا بنبيع منتج، احنا بنبيع الفكره وبنبيع المنظر ده وبنبيع المنظومه دي وبنبيع الخبر ده، يعمل ايراد منه كبير. لو حضرتك لاحظت كميه الاجانب والصغيرين منهم المبهرين بالمناظر وعمالين بيصوروا وفرحانين، ده لو تم تسويقه اعلاميا صح، يعني انا من وجهه نظري هيجيب دعايه كتير جدا لمصر. ما هو هو هو, هو المشكله دلوقتي ان دول بيذيعوا خبر، الخبر ده بكره هيتنسي. انا مش عايز دي، انا عايز الخبر ده بكره يتواجد في العالم باستمرار ويشوق الناس انها تيجي تشوفه، عشان اللي يشوقهم ان هم يجوا يشوفوه. وده عايز منظومه كبيره، منظومه اعلاميه ترويجيه مختلفه عن القصه دي. الخطه الترويجيه اللي بيعملوا فيها عن الاعلان عن كل شهر عن حدث ده جايل، لكن احنا عاوزين نتكلم عن التسويق ده، ترويج ده على مستوى العالم وللعالم كله. جنوب شرق اسيا والصين بيعشقوا التاريخ المصري ومشتاقين جدا ان هم يسمعوا ويشوفوا. اليابان دوله عظيمه ودوله متقدمه وفيها اثار، وانا هنا السفير الياباني موجود اهو، هتلاقي خبر اللي يعملوا ده الناس تتشوق انها تشوف ده. عاوزين احنا نروح لهم ونقول لهم ايه الجديد ونوضح لهم برامج اعلاميه مدروسه يقدروا هم يحسوا انه احنا بنروج فكر جديد وحضاره مصريه جديده. زي ما بنبني الحضاره من النهارده، حضارتنا القديمه بنبني النهارده حضاره جديده. الاكتشاف ده نفسه هو بناء الحضاره المصريه الحديثه على اسس علميه متخصصه.